ننتقل الآن مشاهدين الكرام إلى العمود الثاني لهذا اليوم، وهو للكاتب الطيب مصطفى، الذي عموده طبعا بعنوان زفرات حرة، وعنوانه اليوم في هذا المقال بعنوان بين الصرف البذخي والحكم الفيدرالي. الطيب مصطفى ابتدر حديثه قائلا: الآن وقد بدأت ثورة إعادة النظر في الصرف البذخي من خلال تشذيب وتهذيب الصرف على العمل الدبلوماسي بعدما يقرب من 30 عاما من حكم الإنقاذ. لا نملك غير أن نقول: أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. ولكن نعم، ولكن هل نسلم بخيرية وسلامة الحملة على الصرف البذخي حتى ولو اقتصرت على التدابير المتخذة حيال وزارة الخارجية، أم نقرن ذلك بمطلوبات أخرى أهم وأكبر وأولى بأن يطولها البتر على مستوى الدولة كلها، وليس مجرد التشذيب والذي اختصت به الخارجية دون غيرها؟ ويرى الكاتب أن الحكم الفيدرالي أفقر البلاد ومزق وحدتها وأتعب العبادة وعطل التنمية وتسبب في التخلف الذي يعاني منه السودان مقارنة بدول أخرى ارتقت خلال عقدين من الزمان إلى مصافي الدول العظمى. ويلفت إلى أنه يعلم أن إلغاء النظام الفيدرالي بشكله الحالي دفعة واحدة بات أمرا صعبا للغاية إن لم يكن مستحيلا، بالنظر إلى كلفته السياسية الباهظة، إلا أنه يعود ويقول إن تخفيف عبئه من خلال بعض القرارات الجريئة أمر ميسور لا يحتاج إلى شيء من الحزم أو إلا لشيء من الحزم والعزم. ويتساءل الطيب مصطفى في ختام زاويته بقوله: أليست المحليات تتكون من حكومة فيها مدير تنفيذي ومديرو الإدارات أو التي تستخدم في توفير الخدمات؟ كم كلفة الوقود لهذه العربات والمركبات والمكاتب والخدمات؟ ويضيف الطيب مصطفى متسائلا: من تراه يعيد عقارب الساعة إلى الوراء ويصحح تلك الأخطاء الكارثية أسوى بما حدث عندما ألغى نظام البكور الذي اتخذ في لحظة غفلة كتلك التي ساقتنا لابتداع الحكم الفيدرالي الحالي والذي مزق لا إرادة.